حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 آداب ببراءة كل من صفية حسين عمران ونيل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأثناء رمضان عبد رفعت الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براءة، يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية، هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. إحنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براءة، مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العمارة هنا ملفوفين بملايات معانا 7 رجالة، هتكذبي كل ده؟ عمر بعت لي وقال لي الحمد لله ان احنا ما كتبناش كتاب. انا فضلت احافظ على نفسي كل الفتره دي وفي الاخر لبست قضيه نار. احنا كلنا توحلنا في الطين. كفاره ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ ما لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مره يجيلك، وان المره دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفه بالبشكير وبترقصي قدام المرايه. انت عارف الكلام ده كله كذب، والطب الشرعي بقى مش شرعي. احنا اللي بينا كان ودي ما كانش شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء، انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله، شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. نقول لك على حاجه، روحي الواد موسى، موسى حلو، جالك مرة وجالك اتنين وجالك تلاتة، خلاص بقيتوا معرفة. يا بوي لا حول ولا قوة إلا بالله، ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي اتنشرت في الجرانين يا مذكور يا ولدي، إن بعض الظن اسم. ولا أنت هتتلكك لها لقد ما اتجوزت ولد أبو دراع؟ نتلكك وإيه يا بوي؟ ده عرضنا، عرضنا. هسوي إيه يعني؟ أمال داني غرقاني في الروبة الراسي، وما تخافش هتجيني حية ومحدش هيمد يده عليها، لا ولد عم ولا خال، كل نفر أولى بلحمه. هتسوي ايه يا ولد الفجرية؟ حق الله، وربنا يقوينا على الحق. وهو عرف منين ان الزفت اللي كان عندك اسمه موسى؟ ده احنا نفسنا ما نعرفش اسميهم من بعض. وهو عرف منين اصلا الكلام اللي قاله الزفت موسى ده في التحقيق؟ علاء يعرف اللي حتى البوليس ما يعرفوش. ده كأنه كان موجود معاهم وعارف اللي عملته في الحيوان اللي كان في الأوضة، وعارف كنت لابسة إيه قبل ما يتقبض عليا. طبعاً قال الكلام ده وهو مش واخد باله إنه محدش يعرف الكلام ده غيري أنا والحيوان ده. يبقى إحنا كده عرفنا حقنا عند مين، بس المرة دي بالدم يا علاء، والله العظيم بالدم. قومي افتحي الباب يا بيرو. مين حضرتك؟ أنا الدكتور خالد، طليق مدام ليل. ايه ليلى عشان تعملي فينا كل ده؟ ما كفاكيش تعطيها في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك؟ انا عملت لك ايه؟ انا سبت الدنيا كلها عشان خاطرك يا شيخ، ما حبيتش قبلك ولا هعرف احب بعدك.
دعارة؟ دعارة يا ليه؟ دي المخدرات كترحم يا شيخ. أروح فين دلوقتي؟ أروح فين؟ البنت وسابت كل اللي تعرفهم عشان مش طايقة تستحمل كلمة تقطع في لحمها عنك، ودي كانت مخدرات. دلوقتي بقى هيقولوا لها إيه؟ يا شريفة، أنا ما عملتش حاجة. أنت طول عمرك تعرفني. حرام عليك، أوعى تظلمني أنت كمان. طب وحياة بنتي يا مريم. كفاية. وحياة بنتي كفاية. يا مريم ما عملتش حاجة. ابعد عننا يا ليل. ابعدي على قد ما تقدري. وحياة مريم بنتي مريم ما عملتش حاجة. الله يسامحك يا شيخة. وحياة مريم ما عملت حاجة. وحياة مريم ما عملت حاجة يا خالد. مش قادرة أقولك، تعالي في حضني يا حبيبتي. كل أصحابي يقولوا عليك إنك ست مش كويسة وبتعملي حاجات وحشة، ليه كده يا ماما ليه؟ مصدقهمش، كذابين والله العظيم كلهم كذابين. ماما أحسن واحدة في الدنيا، أنتي أغلى حاجة عند ماما. مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني. لا يا ماما مش هجيلك، أنتي وحشة، ست مش كويسة، ليه يا ماما بتعملي كده معايا؟ مش هجيلك، مش هجيلك. مريم، مريم، مريم تعالي هنا، كلهم كذابين. ما تصدقوش. مريم، مريم لازم انزل من الكلب اللي تحت ده. تنزلي فين؟ ده انتي تعبانه، تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله يا صفية. يا سمسم بيرو، ايه ايه صلوا على النبي يا اخوانا، في ايه؟ اسمع يا زمان، انت احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها. حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انت تطلع ثانيه ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم. وسختني ووسخت سمعتنا، اترحم على روحك يا انت، حتى الرحمه ما تقصي. وانا هتكلم بس بشرط، لسه اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا، وانا اقولك على كل حاجه. دخلنا شغل التعابين. وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعوا على فوق يا بنات، اطلعوا على فوق. ماشي، يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده. وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكم يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير. بكره هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكم على حق. اقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكره مين اللي عمل كده الحكومه خلص عليك. كلهم
كنت هغزه بالسكينه في رقبته. كل اللي قاله تعالوا لي بكره وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقته؟ بكره مش بعيد، بس بعد اللي شافه منه النهارده اكيد هيخاف. المره الجايه هقتله بجد. ايوه بس انا السكينه بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ. تعالي نجيبها. يا جماعه اهدوا شويه، ما ينفعش تحسسوه انكم خايفين من اي حاجه لانه هيساومكم بيها. ده كلب، وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايه عشان يسكتكم هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايه عشان نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايزكم لوحديكم ليه وما كانش عايزنا نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت بوري، سامحيني. وقعدت مع الضابط وعملت محضر اختفاء واتهمت اهلها. يعني ايه؟ خلاص البنت كده راحت مننا؟ بعد الشر يا ليل. ربنا يرجعك لبنتك بالسلامه يا امان، وما يحرمهاش منك يا رب. في المنور يا باشا. في اخر وسط الزباله اكتر من طعنه بقالها حد. ده قتل غيظ. ده ظهر كده يا باشا. ده الهارد بتاع كاميرات المحل يا فندم. حرزه ووديه مكتب المباحث يتفرغ وبعدين نشوفه. الكولي ده بعد ما البحث الجنائي يرفع البصمات اللي عليه خده وحرزه وقعده عن مكتب المباحث. حلوة أوي الشنطة دي. باشا يلا بينا. احكي لي بقى موتوا ليه؟ احنا كنا نتمنى نقتله بس ما قتلناهوش. يعني رحتوا له بسكين او صاعق عشان تلعبوا معاه؟ لا، عشان نعرف مين اللي زقوا علينا. وقال؟ ما قالش. فقتلته؟ ما حصلش والله العظيم. ما عملت له حاجة. يبقى ليل؟ ولا انا ولا ليل. احنا طلعنا وسبناه صاحي زي القرد. هو
وانا ليه حاسك من اول التحقيقات انك شمتانة؟ كل واحد ياخد اللي يستحقه، ربنا ما بيسيبش. كلهم قالوا العودة تبتع شركتك. ده اكيد وقع مني لما كنت في المحل لما رحنا له. يعني السكينة اللي عليها بصمات ايدك دي جت ازاي وانتي ممسكتهاش؟ معرفش. طب ليه كنت مخبيها في اوضتك؟ والله العظيم انا ما خبيت حاجة. السكينة وقعت من عبيه في المحل عند علاء، بعد كده معرفش ايه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء نمت. كنت تعبانة قوي، حطيت راسي على المخدة ونمت. قررنا نحن واحمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات متهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعقه كهربائيه ثم قتله طعناً بالسلاح الأبيض حتى الموت، فقد قررنا الآتي: إحالة أوراق المتهمتين عبير السيد أحمد وليل جمال عبد العزيز إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي. اتفضل معليك. اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ مش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي، هبقى اشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى تعرف الحمام ده اسمه ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح. كريم عبد الرحيم صالح، حلو قوي كباب الكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام، كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضرة الضابط؟ مش كفايه اللي خدته؟ ما بقاش فاضل حد، البنسيون خرب خلاص. ايوه كده. في ايه حضرة الظابط؟ واخد معاك دي ورايح على فين؟ يا استاذ حضرتك رايح فين؟ يا استاذ حضرتك عايز مين؟ كريم عبد الرحيم صالح. يا
يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف تنفيذ حكم الاعدام، نلحق اصحابك الغلابه اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمه. وطبعا انت يا حلوه هتقولي لي على كل حاجه. انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتوش. يلا قولي لي بقى يا كريمه كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب الاسباء وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني اقابله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجاه ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت انه هو يعرف عني كل حاجه، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. 300,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي النسوان البنسيون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضيه؟ ستي قضيه وهتعدي قضيه في شنك، هيتلفوا بالملايات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبه لي. حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع المبلغ اللي قبل، ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. طب وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟ مالكيش فيه مصلحه وانت هيطلع لك فيها 100,000 جنيه. وبقيه الفلوس بعد ما تتم العمليه. هو اقنعني انه اي محامي شاطر هيقدر يطلعهم من القضيه دي وانهم ممكن يطلعوا براء. ممكن يعني عن فضيحة. الناس بتنسى كل حاجة. يا بنات جبت لكم الصابون المغربي، قوموا يلا عشان اعمل لكم الحمام. يلا. سهيتهم كلهم وسبتهم في الاوض ملفوفين بالبشاكير ورحت على باب سلم المطبخ عشان الرجاله يدخلوا منه. يا موتم بشرعي ومحكمه ورجعنا البنسيون بعد كده بفضيحه. فقعدت كده كام يوم ورجعت نزلت له الشقه اطلب منه بقيه الفلوس، لكن الحمار افتكر ان هو ممكن ينصب عليا وما يدينيش بقيه فلوسي. ما اعرفش انا عملت ايه عشان اوصل للفلوس دي، ولا ممكن اعمل ايه عشان اخد الفلوس دي. طمع في 90,000 جنيه يعني؟ قال لك ايه؟ هجيب لك 15,000 كمان ودول من عندنا. جدعانه يعني، بس لازم تبقى عارفه ان الراجل ساكك على بقيه المبلغ وانا مش هدفع من جيبي يعني. ما تتفضلي بدل وقفه الباب دي نشرح حاجه كده سريعه. ما بتخش شقه يا روح امك، ولم نفسك كده وتعدل معايا بدل ما تديك بالقلم على خلقتك الوحك. مستنيه منك تليفون تقول لي اجي اخد فلوسي. لا صايع، حاسس ان الشغلانه خلصت ومش هتقدري تقولي اي حاجه. صح، فضلت اغلي وما كنتش عارفه اعمل ايه. تاني يوم وانا راجعه البنسيون شفت حد بيديله شنطه. طلعت فوق البنسيون لقيت الستات بيحكوا على المشكله اللي حصلت ما بينهم وبين علاء، وعرفت ان بيرو نسيت السكينه بتاعتها عنده تحت، وعرفت انهم عاوزين يتخانقوا معايا. حسيت ان الموضوع كله هيعك والفلوس هتروح مني والمصلحه كلها هتضيع وكل اللي عملته راح. نزلت واتخانقت معاه وبعد كده حصل اللي حصل. لا يا كوكي، هتغنينا في دوكا ولا ايه؟ بالراحه بقى، هتيجي عند اهم حته وتجري. احكي لي بقى ازاي قتلتيه حته حته. خبطت عليه وفتح لي. نورة، نورتي البيت ده، انا قاعد لوحدي. بقولك ايه يا علاء، انت كنت قلت لي ان الراجل صاحب المقاوله خلع يعني وما ادكش بقيه حقك، وانا جايه شفت حد كان بيديك فلوس وتخلصني كده وتديني بقيه فلوسي وحقي، وانت يعني يخلص بالمصلحه دي على راحتك. فلوس ايه براحتك؟ وانا اللي فاكر الشوق جايبك عشان نعطف ونلطف. نعطف ونلطف؟
نقطف ونلطف ده ايه يا رمة؟ انا جاي هنا عشان اخد بقيت حقي وفلوسي وبس. رمة ايه يا مرة يا شمشوحة يا شمال؟ امشي اطلعي بره بدل ما تيجي بالجزمة على دماغك. تدي مين بالجزمة يا ابني الجزمة؟ لا فوق ده انا هقلعك مالطة قدام الحتة كلها واخلي اللي مشتري يتفرج عليك. حلو قوي الكلام ده يا حلوة يا بتاعت الدعارة. وليه؟ افتح انا الباب واقول للناس يا ناس الهدف عشان انا اخبط وبعديها نزلت على الشقه مسحت كل اثار الدم اللي كانت على الارض ومسحت بصماتي من كل حته ومسحت بصمتي من على السكينه وخدت السكينه وطلعت بيها عند ليلو عند ليلو عند ميرو عشان ابصمهم على السكينه وهما نايمين وبعدين خدت السكينه وحطيتها تحت السرير عشان تتوهم منهم الفلوس. بعد رفض محكمة النقد الطعن على الإعدام ورحت زرت ليلو وميرو هناك وليل طلبت مني إن أنا أودي سلسلة لبنتها وهناك كانت المفاجأة اللي عمري ما كنت أتوقعها. الراجل اللي كان بيسلم الشنطة لعلاء هو دكتور خالد جوز ليل. ايه سواد القلب اللي انت فيه ده؟ جالك قلب تبيع اصحابك بالسهوله دي وتلبسيهم قضيه توديهم لحبل المشنقه؟ يا بي احنا غالبا ما نفهمش الكلام ده. لا لا يبيعوها وهي بيع جسمها مش هيبقى صعب عليها تبيع صحابها. وعلشان ربنا ما بيرضاش بالظلم وبينصف الغلابة ظهرت براءتنا. وفي التحقيقات اكتشفوا ان خالد اتفق مع الدكتورة الصيدلانية اللي كانت عندي في المستشفى عليا ودخلوني السجن. ولما خرجت اطالب ببنتي كانوا حيودوني لحبل المشنقة. الطمع هو اللي خلى خالد يعمل فيا كده والطمع برضه هو اللي خلى كوكي تعمل فينا كده. بس كان لازم أسأل خالد سؤال واحد. بعتني ليه؟ أنا بعت نفسي أصلاً لما فكرت أتجوز ممرضة. الممرضة دي اشترتك بعمرها كله. الممرضة اللي انت بتتكلم عليها هي ائتمنتك وأمنت لك مستقبلك اتدينت عشان تخلي منك بني آدم ودكتور محترم. هندستها ايه؟ دخلتها السجن
السلطان حتى حبل المشنع. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اقول لك ايه؟ سيبيني في حالي، انا مش ناقص. مش ناقص؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انت هتشوف ايام سودة في السجن زي اللي ورا تاني ظلم. دي الحاجة الوحيدة اللي هتشفي غليل والنار اللي جوايا. روح يا شيخ، إلهي ربنا ما يرحمك لا دنيا ولا آخرة. احنا نروح اي مكان فيه بحر وننزل بهدومنا، فاكرين؟ اه. ادي ربنا بعت لنا فيلا فيها حمام سباحه. عمتك يا رب حلوه قوي. هنستنى بقى الصيف. هي دي حكايتنا، بدات بسبع بنات وخدمت بسبع بنات. حكايه بنات بانسيون صفيه شيشه.